السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف يعقوب؟ ما اسم هذا المكان؟ هذه العمقات، هذه العمقات، هذه ما شاء الله منطقة جميلة. والمثل يقول أبشر بالعمقات. والملينة ترابي، ايش معناته عاد هذا المثل؟ والله أسبابنا يقول الشياب والعصافير القديمة المياه تكون في العمقات والملينة ما يكون فيها ما يوصلها الملينة. خطاها ينزل في الأرض. سبحان الله، هذا قدر من الله عز وجل. نعم، منطقة جميلة ما شاء الله العمقات. نعم. شوف كيف عمارة رائعة واهتمام بزراعة النخيل ما شاء الله. هذا الوادي منبسط، العمانيين كلها ولا النخيل. نعم، هذا الشباب ما شاء الله اليوم جزاهم الله خير، انطلقوا للمشي في هذا المكان الرائع. سعادة الشيخ، من طباعك كنت تصل لهذا المكان؟ والله انطباعي طيب الحمد لله، ما لا نحس بالتعب بوجودكم. لا بارك الله فيك، والسوالف الجميلة وهذه المناظر الطيبة. نعم، والمياه الرقراقة. نسمع المثل يقول شرب العمقات، ما دلالة هذا المثل؟ المثل انه العمقات منطقة شوية نازلة لمستوى الأرض. نعم جميل، انه الملينة هذه القريبة اللي هنا على يميننا هي مرتفعة. نعم ما شاء الله، استفادتها قليلة من الماء. نعم، من الوديان. نعم، لكن العمقات تستفيد أكثر لأنها نازلة على مستوى سطح. نعم، يعني الوادي. نعم ما شاء الله، العمقات جميلة، مبانيها وجامعها ما شاء الله. هذه الملينة الملينة اللي في الخلف، هذه الملينة هذه اللي في الخلف، هذا المسجد هذا، وهذا المسجد عاد الملينة، هذا الملينة ايه بعد هذه الملينة جميلة الملينة أيضا، وهيك العمقات اللي في الأمام. نعم نعم ما شاء الله، جزاك الله خير.